اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم دائما عبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد، متجددين معكم في هاللقاءات المتواصله والامسيات الرمضانيه والجولات الرائعه جدا في مدينه طول كرم. الاجواء الحلوه اليوم بدءا لعد التنازل لشهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر السعيد، كل عام وانتم بخير. مشاهدينا ابقوا معنا في برنامج ومسابقات برعايه شركه شاربل للازياء، العنوان طول كرم شارع المقاطعه مقابل الداخليه. لا تنسوا أزياء عنده من حديثي الولادة حتى سن 14 سنة، أيضا للصبايا والستات متخصصون بالمقاسات الكبيرة والسن المحيرة، عنوان للجودة أيضا الأسعار المميزة لمناسبة استقبال حلول وحلول عيد الفطر السعيد. كل عام وانتم بخير، خليكم معنا في هالجولة من وراء الكاميرا براء عمر خباب الأسمر ومني أنا منتصر العناني، يسعد أوقاتكم. تعالوا معنا مع شركة شاربل للأزياء، كونوا معنا. كملين معكم مشاهدينا متابعينا مع شاربل للازياء، شركه شاربل للازياء عنوان في طول كرم شارع المقاطعه مقابل الداخليه. لا تنسوا انه لحديثي الولاده من سن حديثي الولاده حتى سن 14 سنه، للصبايا والستات كمان متخصصون في المقاسات المحيره، وكمان مش بس هيك للستات كمان الارقام اللي مرحبا عمو. شو اسمك؟ جنى. ليش؟ جنى. جنى عاشت الاسماء يا جنى، كيفك؟ يسلم عمرك يخليك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بخير وصحة وسلامة. الحمد لله. كيف رمضان معك؟ الحمد لله ما شاء الله عليه، الحمد لله رب العالمين. انو احسن هون ولا ريحة الجو؟ الجهتين. الجهتين بتقدرش. بتقدرش. طيب. جو اريحة. طيب يا ستي. بتعرفي من هي أكبر مدينة إفريقية؟ أكبر مدينة إفريقية؟ شوي. أكبر مدينة إفريقية. مين مصعب هالسؤال؟ لا والمشهورة. إحنا عايشين وين عايشين؟ حبيبي تحكيش 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 تحكيش. هلا إحنا شوف في أفريقيا، أعطيني دول، مين دول؟ في أفريقيا. عربية عربية، مين؟ عربية. شوي يا عمي. مين في أفريقيا شو اسمه؟ والله ماني عارفة. كل مش عارفة، تونس، مصر، الجزائر. مصر أكيد مصر. مصر. شو العاصمة تبعتها؟ القاهرة. القاهرة. أكبر مدينة إفريقية في القاهرة. قديش في اليوم، قديش بيكون في النهار عدد هذا؟ 18 مليون تقريبا، 18 مليون بيكون فيها في النهار. طيب هاي جائزتك من شركة شاربل للأزياء، بإمكانك تروح تسلميها هلا، شو بتحكي لهم؟ بيتك سالم إن شاء الله، كل سنة وأنت سالم أنت وياهم. كملي معكم مشاهدينا ومتابعينا امسياتنا الرمضانيه بصحبه شاربل، شاربل للازياء، شركه شاربل للازياء للاطفال من حديثي الولاده حتى سن 14 سنه، بالاضافه للصبايا والستات، متخصصون بالمقاسات الكبيره وكمان السن المحير، اسعاره مميزه وجوده كمان عاليه. مساء الخير يا بطه. مساء النور. شو اسمك؟ بيسان. ايش؟ بيسان. بيسان، وانت؟ تمارا. شو؟ تمارا. تمارا، تمارا بيسان. نزلي ديك اشوف، نزلي ديك، ايوه نزلي، ايوه هيك، ايوه ضمي ديك كمان مره، ايوه خليك هيك، ايوه شاطره مؤدبه. بيسان انت من وين؟ من طول كرم. من طول كرم. بتعرفي شاربل للازياء؟ كيف عنده؟ طلع لي كيف حلو ولا الاطفال الصغار في عنده الكبار؟ طيب بتعرفي تجاوبي انت ولا بتعرفيش؟ بلا. باي صف انت؟ سابع. بيسان. طب بيسان شو الاسم هذا، من وين اجى؟ يا سلام. بيسان سموكي بيسان على ايش؟ مدينة. مدينة فلسطينية ولا افريقية؟ شو رأيك انت؟ فلسطينية. فلسطينية بيسان. طيب بيسان انا بس بدي بعطيكي جائزة، بس قولي لي شاربل للازياء خمس مرات بسرعة بدون ما تغلط. شاربل للازياء، شاربل للازياء، شاربل للازياء، شاربل للازياء، شاربل للازياء. ضايل وحدة. شاربل للازياء. ضايل وحدة. شاربل للازياء، شاربل للازياء، شاربل للازياء، شاربل للازياء. خلص بكفي وقفي. طيب هاي من شاربل للازياء يا بيسان، شو الكل يلوم؟ شكرا ورمضان كريم. كملي معكم مشاهدينا متابعينا مع شركه شاربل للازياء، عنوان للصبايا للستات للاطفال باسعار مميزه وجوده عاليه، دائما شاربل، طبعا شارع المقاطعه مقابل الداخليه. مرحبا عمو. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟
اسمي لارا. لارا ايش؟ حتة. يا عين عليك. وانت؟ نورا. نورا حتي. وانت؟ يحيى حتي. يحيى حتي ما شاء الله. طيب هلا انت شو شاري من عند شاربل؟ اشتريت لي اواعي للعيد ولاختي ولاخوي كمان. شو رايك عندهم؟ كيف بضاعتهم شفتيها واللي بس عندهم؟ بضاعه كثير حلوه وبضاعه يعني مكفوله وما شاء الله محل كبير وكثير حلو متنوع. متنوع. شو بتقول اسمك؟ لارا. لارا يا لارا. باي صف انت يا لارا؟ سادس. سادس. طب تعرفي من هو ما هو ربيع القران الكريم؟ ربيع مر معاكي؟ صراحة. ما هو ربيع القرآن الكريم؟ ربيع القرآن. أنا خيرات. خيرات. مش عرفتي ما مرش معك؟ يا بي لا أزعل منك. لا أزعل منك يا لارا. ما هو ربيع القرآن الكريم؟ ربيع القرآن. تشارك كل البيبي يبدو يشاركوا عندنا. طيب خليها. لارا يا لارا ربيع القرآن الكريم شو هو؟ إحنا بإيش؟ إحنا بأي شهر؟ احنا بشهر شو اسمه هذا الشهر؟ خمسة. شهر خمسة. احنا اللي فيه شو اسمه؟ شهر ايش بقول له؟ شهر شوي. شهر رمضان. شهر رمضان. ربيع القرآن هو شهر رمضان المبارك. صح يا لارا؟ لما حكوا بالجامعة. مش اخذتيه؟ وقال القرآن اسقدوه. يي علينا يي علينا يي علينا. هسه تذكرته. طيب هاي من شاربل. قولي لهم هلا ربحنا كمان بدنا نيجي ناخذ من عندكم. شكرا لشاربل. شكرا لهم وعن جد كثير حلو. ارفعي لهم اياها. فعل ما هي كمان. هاي شاربل. هاي شاربل. شاربل الأزياء. شكرا لك يا لارا. شو اسمك؟ ميرا. ميرا ايش اسم ابوك؟ بابا بسام. بابا بسام اسمه. ميرا بسام شحرور. يا عين عليك. انت بالروضة؟ بالروضة شاطرة. شو اسم روضتك؟ ابناء الغد. ايش؟ ابناء الغد. ابناء الغد. طيب اكيد حفظتي نشيدي هناك. شو حافظه؟ شو سمعيني عشان اعطيك جائزه. يلا لحظه شوي. يلا اعطيني شو. يلا ماما ما انغامها حافظتيها ولا شو حافظه؟ ماما. يلا اعطيني سمعيني. يلا لا علي صوتك بس. يلا ترى عصافير. ايش؟ ترى عصافير. يلا علي صوتك. عصافير هيك بسباح الأسماك هيك بيدور الدولاب هيك بينام الأولاد هيك بينام البنات زف وزف بينام. علي صوتك. بكرة الصبح على البركير الله أتغذو يا سنين أحرم يا ماما ولا بابا وحدي إلكم. هاي إلك. خدي عشان تروح تجيبي من شرب الهدية إلك فستان أو شي حلو. ماشي. قولي لهم شكرا. قولي لهم شكرا. شكرا. نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا امسياتنا الرمضانيه بصحبه شركه شاربل للازياء. لا تنسوا عالم متميز الماركات العالميه للاطفال والستات والصبايا. مش بس هيك كمان يا جماعه الاسعار المميزه عنده والجوده العالميه الماركات العالميه. بالاضافه انه يعني ما في واحد بدخل او واحده بتدخل هون الا تطلع ومعها اكياس شاربل. اذا مشاهدينا متابعينا بنكمل معكم امسياتنا الرمضانيه بصحبه شركه شاربل للازياء. العنوان طول كرم شارع المقاطعه مقابل الداخليه. مرحبا. كيفك؟ شو اسمك؟ الحمد لله شهد. شهد من وين شهد؟ من طول كرم. من طول كرم يا شهد. ليش جاي عند شاربل هون انت؟ قولي لي. عشان نشتري الطبق العيد. كيف رايك في بضاعه شاربل؟ ما شاء الله عنهم بضاعه بتجنن. ان شاء الله بالتوفيق دائما. بالتوفيق. طيب سمعتي في حيوان بقولوا له ابو جعدي؟ اول مره. اول مره. واحد اسمه ابو جعدي بتعرفي مين هو؟ على مين يطلق؟ على اي حيوان؟ شو مرتش معكي ولا بالصف الرابع والخامس ولا السادس؟ يلا يلا اتذكر. يلا يلا اتذكر. يلا اتذكر الامتحان. طب تعرفي متى وقعت مذبحة صبرا وشتيلا؟ اي سنة؟ بس بدي السنة. لا طيب ما هي الكلمة التي دائما تنطق غلط؟ برضو كمان انت عرفتيها؟ والله عقلي. ركزي معي بكرة عليك آخر امتحان. والله. طيب تعالي. ما هي الكلمة التي دائما تنطق غلط؟ شي غلط. غلط ولا هي بدها شطارة؟ غلط. من الكلمة التي دائما تنطق غلط. غلط. طيب هاي جائزتك تستلميها منهم هلا. شو بقول لهم؟
شكرا لكم، كل عام وانتم بخير وتقدم الامام. كل عام وانتم بخير. شكرا لك. اذا مشاهدي متابعينا بنكون وصلنا للمحطه الاخيره معكم في هذه الامسيه الخاصه بصحبه شركه شربل للازياء. بنذكركم كمان مره مشاهدي متابعينا بالعنوان شارع المقاطعة مقابل الداخلية. بالإضافة بدنا نذكر إنه عشان أجواء العيد واستقبال عيد الفطر السعيد بدكم تشتروا لأطفالكم من حديثي الولادة حتى 14 سنة فقط عند شركة شربل للأزياء. بالإضافة للصبايا والستات الماركات العالمية وأحدث القصات، كل ما يلزم لكم للعيد الفطر السعيد عشان تكونوا أنيقين دائما اعتمدوا فقط شركة شربل للأزياء. مشاهدينا متابعين بشكركم على تواجدكم دائما من وراء الكاميرا براء عمر خباب الأسمر ومني أنا منتصر علاني. يسعد أوقاتكم، لا تنسوا شركة شربل للأزياء.